اطمن المواطن السويفي باني في تكليف بان احنا نعمل كفريق عمل واحد بجميع ادارات المحافظه وادارات المراكز لخدمه المواطن السويفي في الخدمات الخاصه بيه، سواء المشروعات الإنتاجية المفتوحة حاليا استكمالها والبدء في مشروعات جديدة وخاصة المتعلقة بالصحة وبالتعليم وبالصرف الصحي، الاهتمام بالمشاركة. وأنا بدعو أبناء بني سويف للمشاركة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في مشروعات الصرف الصحي، وإحنا في خدمتهم في جميع المناحي والخدمات المطلوبة.